يعني مين يا شيرين؟ يعني اكيد انت مستعده؟ طبعا شايفه قعدتي. ما تخافيش لاني قاعده قدامك، اوكي؟ تكلمي. اسمحوا لي، مثل ما انتم شايفين مشاهدينا انه موضوع الجدل الليله باذن الله بيكون عن نشر صور الاطفال على السوشيال ميديا. يعني موضوع يحتمل وجهات نظر مختلفة، وأكيد بأنه شيرين وهنادي مستعدين، ورح نبتدي في أول سؤال وهو: لا يحق للأهل نشر صور أطفالهم دون سن 18 من غير الحصول على موافقتهم أولاً؟ طبعاً، وأنا أتفق بهالشيء، وللأمانة أنا ما أصور عيالي لأن ما لي الحق حتى ولو أنا أمهم أنزل لهم صورة وهم ما عندهم القدرة على اتخاذ قرار. ايوه بس انا عايز اسال سؤال دلوقتي، احنا بناخد قرارات مصيريه لعيالنا، فاكيد انا كامه مش هعزيه، صح؟ يعني انا مش لازم، انا باخد قرارات اصعب من كده بكتير، لازم استنى لغايه ما يتم 18 سنه عشان اساله واقول له هو كان صح اوديك المدرسه دي، او كان صح اختار لك الاختيار ده؟ عادي لما يعني تنشري له صوره بعيد عن التعليم، التعليم هذا شيء من الاسس اللي موجوده في الحياه. ايوه بس هم أيوة تفضل. أيوة. ماشي تفضل. أنا السؤال الثاني تفضل. تخسرت هي من تتخسر يعني في مشكله راح تصير. كل اب وام من حقهم انهم ينشروا صور اطفالهم طالما انهم هم شايفين الموضوع انه غير مسيء لهم. مو انا اللي اقرر هذا مسيء لهم ولا لا، صاحب الشان هو اللي يقرر، واللي هو الطفل اللي للاسف ما يتخذ قراره بعمر صغير، مو قادر انه يتخذ قراره. هو ده طفل مش قرار. صغير ممكن في البدايه يكون مبسوط ان امه قاعد تصوره، بس هو ما يدري صورته وين رايحه. ايوه صورته رايحه حق عالم في السوشيال ميديا، تعالي شوفي التنمر، تعالي شوفي الكلام اللي ينكتب. هي كأم والبعض لغى صور كثيره حق ابنائه. أيوة من بعد التنمر. بس انا بشوف ان احنا في عالم اصلا فيه تليفون، يعني انا سواء يعني احنا مش عايشين في جزيره، انت بتقدري تخرجي مع عيالك وبيشوفوه. أيوة. من الناس ممكن تليفون واحد يقوم يطلعه، لكن انا بطلعه زي ما انا عايزاه بالشكل اللي انا عايزاه. وبعدين ايه النيه؟ يعني احنا في عالم كله، احنا في مودرن وورلد، فايه النيه اللي انا بطلع فيها عيالي؟ بطلعهم عشان اتفشخر بيهم ولا عشان هم جزء عشان من البراند اخد عليهم فلوس؟ طبعا اونسك يا شيرين، ولما اطلع معاهم وفي تعليق سيم تايم احد رمى علي او على اطفالي راح اجاوب بس وينتهي الموضوع. طب بس اذا تعليقات وايد وتنمر. أيوة. وصوره تتنقل من حساب الى حساب، كيف السيطره على الوضع؟ شيرين انا بسالك سؤال. هذا الوضع اللي انت قاعد تتكلم عليه انه انت تنشر الصور، هل راح يعرضك للوم في المستقبل من طفلك؟ والله لو جات على ان هو لمني ان انا حطيت له صوره، هم كده كده هيلومونا، يعني هم هيطلعوا اي. لا انا بالنسبه لي هيلومني ليه؟ انا امه ان انا طلعت صورته ليه؟ انا اذيته او طلعت شكله مثلا بصوره وحشه؟ انا طلعته بشكل ممكن يخجل منه لما يكبر؟ لا طبعا، انا مطلعاه باسلوب كويس ولذيذ، وانا جزء، لو انا شخص معروف حق الناس عليا برضو ان هم يشوفوا الجزء ده مني انا كأم وكزوجه. حق الناس عليك انت فقط مو على اي شخص ثاني، انت المشهوره. طب مع السؤال، انا موجوده هنا، يلا قولي. انا اسال انتوا تجاوبوا. ايوه تفضل تفضل. هنادي قولي، لو الاب او الام سال الطفل والطفل ابدى الموافقه انه يطلع، توافقي هذا الراي؟ لا برضو بعد لا. قاعد اقول لك هو مو بسن يتخذ قرار. انا ما اقدر اخذ كلمه من طفل. طيب. إيه ماما صوريني، ياخذها من باب الدعابه والوناسه ان امي بتصورني، بس في عواقب ما راح يفهمها. طب شيرين راح اسال بعيدا عن هذا السؤال. لاني استشفيت اجابتك اثناء نشر صور الاطفال، هذا الشيء ما يعرضهم الى تحرش وتنمر بطريقه او باخرى؟ ليه؟ انا بشوف انت قاعده تصدرينهم الى مكان مفتوح، الى عالم كده مفتوح. يبقى انا كده برضو هقفل على عيالي، ان انا عمري في حياتي ما هعرف امنع عيالي ان هم يحصلهم تنمر، او هحاول قد ما اقدر ان هو ما يحصلهمش تنمر ويتاذوا، لكن احنا خلاص بنسيب عيالنا، بنسيبهم وقت المدرسه احنا مش عارفين بيحصل ايه، لكن انا بالنسبه لي على حسابي على الاقل اقدر اشوف وامسح واشيل اللي انا مش عاجبني. مقلق مدرسه، يعني شوف انت قاعد تقولي لي اماكن، هذه من الأمور الطبيعية. مدرسة أنا أقدر أسيطر على المدرسة، أروح أقدم شكوى في تنمر بالفصل خارج الفصل. أيوة. سيطرة. بس لما أطلع أو أطلع ولدي بعالم السوشيال ميديا تلحقين منو ولا منو؟ خلي التعليقات، خلي التعليقات. قبل شوي كانت عندنا ضيفة وتكلمت عن فئة عمرية جدا صعبة واللي هي المراهقة. الفئة هذه ممكن تتنمر على أي شخص آخر،
وانت ما تعرفين فكرهم. الجيل هذا يختلف عن جيلي وجيلك، والجاي راح يختلف زياده واكثر. انت ما تدرين ليه عمر معين راح يوصل في البنت او الولد، ما تدرين شنو العقليه. انتهى الوقت.